صباح الخير. مداخلة أخلاقية بعنوان علاقة الأخلاق بالسعادة، كيف تؤثر الأخلاق على السعادة؟ يقول إيمانويل كانت فيلسوف الأنوار: افعل ما يجعلك تستحق أن تكون سعيدا. هدفنا الرئيسي في هذه المداخلة هو البحث عن السعادة، ولكن هناك طرق لا يمكن اتخاذها. العوائق هي القوانين، العادات، المعتقدات، المعايير، ثم دوافعنا، نقاط ضعفنا، مصلحتنا، سوء نيتنا، وأخيرا علينا أن نأخذ في الاعتبار حريتنا ورغباتنا وحساسيتنا. هذه الاختيارات هي الأخلاق الكونية، أو ما يسمى بالأخلاق المطعة، أو الأخلاق الدينية، أو الأخلاق الذاتية. بالنسبة لنيتش، الأخلاق هي الخطر بامتياز، غريزة نفي الحياة. من الضروري تدمير الأخلاق لتحرير الحياة. بالنسبة لتوماس هوبس، يكون من دون جدوى أن يكون لدينا الحق في الاتجاه نحو هذه الغاية، السعادة. إذا لم يكن لدينا أي منها الحق في استخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك. بالنسبة لجون بول سارتر، رغباتي تصيب روحي فهي عقبة في طريق السعادة. يعني بالنسبة للأبيقوريين، الأخلاق هي الهدف الأسمى للسعادة. يجب أن يكون هذا الهدف شخصيا أو أولا حتى يكون كونيا عالميا. الآن، ما المقصود بالسعادة في الفلسفة الأخلاقية؟ للإنسان طبيعة مزدوجة، كونه ذا حساسية يطمح إلى تلك الحالة من الإشباع الأقصى لرغباته التي تسمى السعادة. فهو أيضا كائن منطقي، يعرف أن هذه السعادة لن تكون شيئا إذا دفعته إلى إنكار متطلبات السلوك الأخلاقي وفق متطلبات وقواعد الواجب. كيف تعرف الذات السعادة؟ السعادة ليس مجرد أن يكون المرء سعيدا، كما كتب أرسطو: خطاف واحد يصنع الربيع. هذه العبارة التي تضرب بها المثل تعني أن السعادة ليست مسألة لحظة، ليست نزوة، ليست مرة واحدة. يجب إذا كان صحيحا أن تكون طويلة الأمد، طويلة الأجل. لذلك فإن طموح المدرسة العظيمة للفلسفة القديمة هو السماح للإنسان بالوصول إلى حياة سعيدة. البحث عن السعادة دائما سيكون موضوع جزء من الفلسفة الذي يسمى بالأخلاق العملية. بأي معنى تتوافق السعادة مع الواجب؟ اتفق أرسطو والأبيقوريون والرواقيون على هذه النقطة. فقط الحياة العادلة والمستقيمة يمكن أن تمنحنا الوصول إلى السعادة الحقيقية، أي السعادة الدائمة. بالنسبة للأبيقوريين، إذا كنت اللذة ضرورية للسعادة، فإن بعض الرغبات تجلب المتاعب أكثر من الفرح. يجب تنحيتها جانبا ورضاها بالرغبات الطبيعية والضرورية، لأنها مصدر المتعة ويسهل إشباعها. بالنسبة للواقعيين، لا يمكن أن تدوم السعادة إذا كانت تعتمد على الظروف الخارجية. يجب أن أضبط إرادتي لتعلم الاعتماد على نفسي فقط، لأن سعادتي لا يمكن أن تترك لأهواء الحظ. ثالثا، هل تمكنت الأخلاق القديمة من تعريف السعادة؟ وفقا لإيمانويل كانت، نحن غير قادرين على تعريف السعادة في حد ذاته. نقول أنها أقصى درجة الرضا، ولكن كيف لنا أن نعرف إذا كان رضانا في أقصى درجات؟ وبما أن السعادة هي مثال للخيال لا يستطيع تحديدها، فإن فهمنا غير قادر على تحديد الوسائل التي ينبغي استخدامها لنكون سعداء بشكل فعال. بالنسبة إلى كانت، يخبرنا العقل كيف نتجنب الشعور بالتعاسة بالتأكيد، ولكن لا يخبرنا كيف نكون سعداء. لذلك فإن نصيحة مختلف الفلسفات القديمة سلبية فقط، ولكن لتفادي التعاسة يجب أن نكون سعداء بعد. إنها بالأحرى مسألة معرفة. أما إذا كان البحث عن السعادة، يجب أن يكون الدافع الأسمى للإنسان في وجوده. هل طاعة الواجب مصحوبة بالبحث عن السعادة؟ كما أظهر كانت، فإن من يقوم بواجبه بدافع المصلحة وليس من باب الاحترام المطلق لما تأمر به الأخلاق، لديه فقط مظهر الأخلاق أو الأخلاق الشكلي. إنه التمييز الذي يقوم به كانت بين الأفعال التي يتم أداؤها حقا خارج الواجب، والأفعال التي هي فقط تؤدى وفقا للواجب. يجب على الإنسان الأخلاقي حقا أن يتواضع فيه الإحساس وميله الطبيعي للرغبة في إشباع رغباته. إذا كان التصرف بدافع المصلحة مخالفا للأخلاق، فيجب أن يتعارض السلوك الأخلاقي الحقيقي مع جميع مصالحنا المعقولة، ما في ذلك السعي وراء السعادة. وفقا لكانت، لا يمكن للمرء كما اعتقدت الفلسفة القديمة المختلفة القيام بواجبه، بواجب البحث عن السعادة. نعم.
ويجب البحث عن السعادة، لأن الواجب تحديدا هو وضع حتمية الأخلاق قبل السعي وراء السعادة. هل يجب أن نتخلى عن السعادة حتى نكون أخلاقيين إذن؟ لا، مثل هذه الأخلاق ستكون غير إنسانية، لأنه من طبيعة الإنسان أن يسعى إلى أن يكون سعيدا. لكن بما أن الواجب والسعادة غير متوافقين هنا، لا يسعنا إلا أن نتمنى أن نكون سعداء لاحقا وفي أي مكان آخر. إذا جعلنا أنفسنا مستحقين للسعادة من خلال حياتنا المستقيمة، يجب على المرء أن يقوم بواجبه دون القلق بشأن أن يكون سعيدا أم لا. بينما يتمنى ذلك، سيكون هناك إله عادل وصالح ليهبني بعد الموت، ما يسميه كانت الخير الأسمى، التحالف المستحيل في هذه الحياة بين السعادة والأخلاق. بالطبع لا يمكننا أبدا إثبات وجود الله أو أن الروح خالدة من وجهة نظر المعرفية العقل النظري. هذه القضايا غير قابلة للتبرير على المستوى النظري. لكن القول بأن تحالف الأخلاق والسعادة مستحيل إلى الأبد من شأن أن يؤدي إلى اليأس من القانون الأخلاقي. لذلك يجب أن نفترض أن مثل هذا التحالف يجب أن يكون ممكنا من خلال افتراض خلود الروح ووجود إله عادل، ثم يصبح خلود الروح ووجود الله من المسلمات التي يتطلبها العقل العملي. إذن الأخلاق هل هي طريقة حياة نخلقها لأنفسنا أم أنها معاناة، أم أننا نبحث عن أخلاق خاصة بنا؟ الأخلاق ليست مفهوما كونيا عالميا، مرجعنا وأخلاقنا خاصة بمجموع محدد. قد يكون ما هو أخلاقي بالنسبة لنا غير أخلاق في مكان آخر عند الشرقيين والآسيويين الذين يميزون السعادة عن الحكمة أفضل منا. يعتمد الارتباك على السعادة الأفقية وعلى السعادة، وتعتمد الطاوية على السعادة الرأسية. يمكننا اعتماد الإنسان أخلاقيا تقريبا، حتى أكثر الناس تشاؤما لا يمكن أن يكون في سلام تام مع ضميرهم. الأخلاق موجودة من وقت لآخر في المجتمع الذي نعيش فيه. هل يصاب الناس بالتخدير الأخلاقي؟ تبرز أحيانا مسألة مسار الوعي بالنسبة للمتعة الصغيرة، فإن الأخلاق لا تنشأ أبدا. هل يجب تعريف الأخلاق بالخير والشر؟ يكشف البشر الأخلاق حسب جماعة أو عصر أو اختيار. الأخلاق تصبح إيتيقا. قال سقراط: كل إنسان لديه في داخله الحقائق الأخلاقية التي لا يجب أن يتعلمها من الخارج، يكتشفها بالتأمل في الطبيعة البشرية. أوامر الأخلاق والإيتيقا توصي هذا التحول الدلالي من الأخلاق إلى الإيتيقا ليس بريئا. نسمع أحيانا قد استخدمتها كل يعني الأنظمة الشمولية. هناك قواعد أساسية يجب احترامها وهي أساس الأخلاق الخاصة، لكن أين الدروس الأخلاقية في المدرسة اليوم؟ الأخلاق والسعادة متوافقين. الفرق بين الزاهد والشهواني هو قلة حب يعني هذا الأخير. لا يوجد الإنسان ككائن منعزل، هناك حاجة لمجموعة من القواعد الأخلاقية للحضارة، وبالتالي الأخلاق والإيتيقا بمجموعة تختار قواعدها بحرية يمكن أن نجد السعادة. توجد أشكال كثيرة من الأخلاق والسعادة في هذا العالم. السعادة لا تدرك بنفس الطريقة، لا تشجعنا مجتمعاتنا الاستهلاكية على رؤية السعادة المادية فقط، سعادة الوفرة والرفاه. لا يجب الخلط بين سعادة الاستهلاك وسعادة الاقتناء. لا يجب الخلط بين السعادة وإشباع الرغبات. السعادة التي تحولت إلى الماضي هي ضمير سيء. قد يكون هناك ضمير أخلاقي، ولكن قد يكون حديث مع النفس. السعادة هي مشاركة شيء مع شخص آخر. ضمير أخلاقي لا في علاقة بالآخر. الشك والفكر يتنافسان باستمرار. هل نحن كائنات فاسقة ماجنة إذن؟ هل السعادة مشاركة أم تبادل؟ يمكن أن تكون حالة من الوجود. لا يمكن الاستمتاع بالسعادة إلا من خلال المفاهيم الأخلاقية. قد تكون السعادة أساسية لكنها في مجتمعاتنا المادية شيء آخر. السعادة شيء لا نحققه حقا، إنه البحث عن التوازن بين رغباتنا وأخلاقنا ودوافعنا. السعادة شيء نسبي، لأنه لا يمكنك أن تكون سعيدا عندما تترك العالم يحترق أو تترك العالم في حالة حرب. السعادة التي يمكن تحقيقها رغم أنها خلسة ليست دائما الخط المستقيم. السعادة مفهوم يفرضه علينا الدين المسيحي، ولا يمكن الوصول إليه في الحياة الأرضية، وإنما ربما يتحول إلى النعيم الأخروي. ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يكرسون أنفسهم للآخرين يجدون سعادتهم في سعادة الآخرين. لا يبنى الإنسان بالعدوان بالعنف. هل السعادة الفنية في الخلق الفني أم في التعرف على ما يتركه من أثر؟ يمكن أن تكون هناك مرحلتين من السعادة. الكاتب يكتب ليعطي للآخرين، يحتاج إلى العطاء ويحتاج إلى العودة.
هذا ما قاله بلزاك، القراءة تخلق معا الأخلاق من يمكن تطبيقها على كوكبنا. نحن نهدر رأس مال طبيعي الذي ليس لنا، لأنه سيتعين علينا فرض قواعد من شأنها أن تؤثر على راحتنا. لا تزال البيئة تحشر عدد قليل جدا من الأفراد الذين يدافعون عليها. مشكلة القواعد والقوانين والأخلاق والإيتيقا تأتي من حقيقة الفرد. كلما زاد استقلالية الفرد، زاد ابتعاده عن الأخلاق، وزاد ما هو غير مسموح به. من هم نماذج الأشخاص الأخلاقيين الذين يمكن أن يكونوا متوافقين مع السعادة؟ كل يوم الأخلاق هي حقيقة المواقف والأفعال، وليست الأقوال والأفكار. في حالة الشباب الذين يفقدون حياتهم لإنقاذ الذين ارتكبوا الأخطاء، هل هم سعداء؟ من هو الفاسق؟ نحن دائما نواجه مثل هذه الحالات، نحن لا نعلم من هو الفاضل ومن هو الفاسق. الشعب السعيد هو شعب لا يحتاج إلى أبطال ونجوم. يمكن القول أن مغزى التاريخ هو تحقيق السعادة، الفوز بالسعادة، بالنسبة لشعب وليس بالنسبة لفرد، لأنه لا قيمة لسعادة فردية في ظل تعاسة جماعية، كما يقول كارل ماركس. في مجتمع مصغر بلا موانع كان لديه شعور بالسعادة، كانت المدرسة تناقش المقالب أمام مجموعة بأكملها، مما قادنا إلى حاجتنا للانتماء إلى المجموعة للتحويض، مرحلة في شكل أخلاقي كانت حاسمة طوال الحياة. الرابط بين القيم الأخلاقية والسعادة هو التضحية بالناس والفضيلة ومشاركة الناس وليس الانعزال. هناك إشعاع حول السعادة، يعني السعادة ربما في نسيان الذات، نكران الذات والإيثار والتضحية بالناس من أجل الآخرين، لكي لا لكي يصبح من قام بالتضحية بطلا، ولكن لكي يساعد الآخرين، لكي يعبر عن إحساسه بآلام الآخرين. إنه شكل من أشكال يعني الفداء، ولكنه ربما يتحول إلى شكل من أشكال اليأس. ممارسة الأذية تجاه الآخرين، هل هو لا أخلاقي؟ هذا المثال يعطي لألبير كامي الذي رفض زرع قنبلة عندما كانت ستقتل الأبرياء أثناء مشاركته في الحرب. هناك مشكلة في التمييز والمنطق في الدفاع عن السبب. كل ما زاد فهم الإنسان ارتفع مقامه، ينسحب من المجموعة هو أكثر استقلالية. الأخلاق له وللآخرين، الأخلاق تصطدم بالحرية المعنوي، وأن تحد من نفسك، وهذا هو الأخلاقي الحقيقي، أن يضع حدودا لنفسه، حدودا لسلوكه، حدودا لرغباته، حدودا لطموحه. وتصبح الأخلاق غير أخلاقية في بعض الأحيان التي تم الاستشهاد بها للتو، إنها أخلاق محاكم التفتيش والإرهاب. هل هناك أخلاق للمجتمع تستخدمها جميع القوى، ولا هناك أخلاق فردية؟ عندما ينظر إلى الأخلاق على أنها اضطهاد وهيمنة، فإن الفردانية تصبح رد فعل. في الجماعات الدينية نعترف بأخطائنا في العلن لإيجاد السلام، إنها عملية تنطوي على العديد من المخاطر، ويستجيب أحد المشاركين. هذا هو اعتراف المشهد، نستخدم الطوائف هذه الأساليب. هذه إحدى مراحل التلاعب بالدماغ والبرمجة. يعني يقول بيركسون في منبع الأخلاق والدين، الأخلاق لا تعلمنا أن نكون سعداء، بل تجعلنا جديرين بالسعادة. ويقول بروست في تأملات الزمن الضائع، الامتداد هذا تكافؤ محتمل للذات، ما هي السعادة؟ إذن هذه مداخلتنا حول علاقة الأخلاق بالسعادة، مقاربة فلسفية، مقاربة يعني أكسيولوجية. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد أرضتكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة.